الرحيم، مش عامل التليفون سايلنت. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. بعتذر لحضراتكم أولا، أنا كنت بس في اجتماع في شغلي وتأخرت شوية، كنت هعتذر عن الخاطر، بس قلت لا، خلينا مستمرين كده إن شاء الله. ربنا ما يقطع لنا لا عادة جميلة ولا عبادة ترضيه سبحانه وتعالى. مكملين في خاطرة الفجر بنية قيام الليل وحضور مجلس العلم. وأنا النهاردة عايز أشارككم بخاطرة جات لي من كتاب الخيميائي أو ألكيميست لباولو كويلهو، أحد الروايات الجميلة جدا، يمكن من أشهر الروايات في العصر الحديث. أعتقد إن هي في أواخر الثمانينات، سنة 88 تقريبا، رواية عملها الروائي المشهور باولو كويلهو أو كويلو. وهو الرواية دي يعني عملت نجاح لدرجة إنها دخلت جينيز ريكورد. أعتقد إن هي طبعت 220 مليون نسخة، كنت بقرأ عنها، وأعتقد إنها ترجمت كمان ل 81 لغة، حاجة يعني ما حصلتش في التاريخ، أو حاجة نادرة حصلت، ممكن تكون يعني حاجات قليلة يعني إن رواية تنجح النجاح الكبير ده. بس عندي فكرة فيها من الرواية. يعني الفكرة إن كان في راعي غنم اسمه سانتياجو، نام فحلم إن جاله ولد بيقول له في كنز في مصر عند الأهرامات، روح عشان تلاقي الكنز ده. سافر من بلده، أعتقد كان عايش في أسبانيا، سافر راح علشان يدور على الكنز. قابل ملك وقابل بنت حبها وقابل الخيميائي اللي هو متسمي على أساسه الرواية، الشخص اللي بيحول المواد الخام لأشياء ليها تمن وبيغير تكوينها عشان تصبح ذات قيمة عند الناس. واتأذى وحصلت له مشاكل وحصلت له أفراح، ويئس إنه يلاقي الكنز، وفي الآخر لقى الكنز. هو بيعيشك بقى في دراما البحث عن الكنز وما يواجهه هذا الراعي سانتياجو من الأشخاص والأحداث. إحنا علمونا المشايخ إن إحنا نشوف ربنا في كل شيء، ونشوف الهدف من وجودنا في كل شيء، في كل الأكوان وفي كل القصص وفي كل الأحداث وفي كل ما نسمع. فأنا لما يعني تأملت في الرواية دي ما جاليش غير حاجة واحدة، فكرة الرحلة اللي كل واحد فينا عايشها، الرحلة حتى تصل إلى الكنز. والمعنى ده مشايخنا قعدوا يشربوه لنا في رحلة السير إلى الله والتعرف على الله، ورحلة تزكية النفس وتصفية هذه النفس والارتقاء بيها حتى تصلح أن تكون من أهل الجنة في جوار الله وجوار رسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وده الكنز الحقيقي. في رحلة الحياة عندك كنز كبير بتدور عليه هو ربنا. لا يصح إن احنا نوصف ربنا بالكنز، عقائديا الكنز مش من أسماء الله، بس أنت فهمني. ولو أقصد بالكنز التعرف على الله، الله بصفات الجمال وصفات الجلال سيظهر بالصفات دي في الأكوان. والكنز الكبير في رحلتك من عطاء ومنع وخفض ورفع وذل وعز، إنك أنت تشوف الصفة اللي بتظهر لك من ربنا سبحانه وتعالى، فتكمل رحلة التعرف الكامل على الله سبحانه وتعالى حتى تصل لليقين في كل صفات الله التي رأيتها في الأكوان وفي تصرفات ربنا. كنز هتشوف في طريق حصولك على هذا الكنز من الأحداث المضحكة والمبكية والمخيفة والمشوقة، عشان في كل حدث ربنا يعرفك على صفة من صفاته. المهم إن الإنسان يبقى عنده يقظة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الناس اللي عندها يقظة في القلب تبحث عن الله، وأكبر كنز إنها تشوف صفة من صفات ربنا فتتعرف على الله. من ضمن الكنوز اللي هيحصل لك فيها زي سانتياجو كده، وتلاقي أحداث مزعجة وجميلة وحب وخناقات ويأس وطموح، من ضمن الكنوز رحلة الكنز ده حصولك على كنز أجمل نسخة من نفسك. إيه أجمل نسخة من نفسك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض من تراب الأرض فجاء الناس على قدرها،
ربنا خلقنا من قبضة من تراب الأرض. فمنهم السهل شخصيته سهلة، ومنهم الحزن شخصيته فيها وعورة، ومنهم الأبيض والأحمر والأسود بألوان الأرض. شخصيتك اللي فيها عيوب ومميزات، رحلة حياتك انك انت مميزاتك تقويها فتبقى نقاط قوتك اللي تحقق بيها نجاحك في الدنيا وتصبح بابك الى الله، وعيوبك هي دي تحدياتك اللي انت بتحاول تكملها، بتكمل نقصك وعيوبك. فالشخص الحزن اللي هو عنده وعورة في شخصيته المفروض يحاول يلطف الوعورة دي حتى تصبح قوة لكن بدون قسوة، والشخص السهل المفروض يقعد يظبط في سهولته حتى يصبح طيب لكن مش ساذج، وهكذا رحلة الحياة لغاية ما توصل لأجمل فيرجن، أجمل نسخة من نفسك اللي قال عليها ربنا في القرآن: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم يرتقي بكم وينقيكم من عيوبكم ويرتقي بالمميزات. والحقيقة عشان توصل لأجمل نسخة من نفسك ممكن توصلها وانت عندك 20 سنة، ممكن توصلها وانت عندك 60 سنة. وانا في رحلة حياتي القصيرة شفت ناس لا يستحق ان يكون شريك للحياة، ده في اول حياته، واول جوازة كانت بالنسبة له مطحنة، ما كانتش عشرة طيبة، كانت معركة بسبب عيوب في شخصيتها او عيوب في شخصيته، وكان لازم يحصل له كده، وكان لازم يصطدم، وكان لازم يطلق، وكان لازم تتطلق، وكان لازم يتكوي بنار الفراق، لأنه مش عايز ينصالح بالطبطبة، لازم ينصالح بالصدمة. هذه الصدمة كانت سبب في تغييره. وفي ناس كان عندهم وعورة في شخصياتهم وانصلحوا بإشارة بسيطة، ربنا جاب لهم شيخ مربي أو صديق ناصح أمين أو مدير يعلمهم أو أب مربي فاضل، بالراحة كده بالطبطبة تغيرت شخصيته. المهم ان الانسان يبقى مبصر ان في رحلة حياته ربنا هيصلح من حاله، المهم ان انا ابقى مركز ان كل الاحداث اللي بتحصل في سبيل وصولي للكنز، سواء كان الكنز ده تعرفي على الله او تعرفي على نفسي وحصولي على اجمل نسخة من نفسي اللي فيها انضباط لصفات الجمال وانضباط لصفات الجلال. عشان كده علمونا مشايخنا معنى مهم جدا، ان انت عايش في الدنيا لوحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. طب انا اروح لربنا في الاخر لوحدي، امال انا عايش ازاي؟ قال لك تخيل انك عايش لوحدك، وانك انت مع ربنا في الكون ده لوحدك، وان كل الناس والاحداث والاشخاص هم شخصيات إضافية وانت البطل، زي عارف الكومبارس بيضربوا مثلا، الكومبارس اللي في فيلم معين وانت البطل، وكل دول مهيئين لايصالك لاهدافك في اخر الفيلم. بيشبهوا العلماء حياه الانسان بكده، انك تبص على ده اللي اتعلمت منه الكرم وده اللي اذاك فانتزع الملائكيه، مش الملائكيه، انك تتوقع الملائكيه من الناس، وده نصب عليك فخلاك عندك حرص، وده نصب عليك فخلى عندك أمانة لأنك دقت النصب وقلت لا يمكن أدوق حد من الموضوع ده، وده أكرمك فعلمك الكرم، وده أكرمك فكنت لئيم ونكرت جميله، وبعدين وقف معاك واحد وقف وقال لك التصرفات دي مش تصرفات إنسان شاكر، أنت كده ناكر للجميل، ففوقك أشخاص 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 أحداث، كل ده عشان يسوقوك في الآخر إلى الله وإلى أجمل نسخة من نفسك. لو تأملت في المعنى اللي مشايخنا علموه لنا ده يمكن تفهم أحداث كتيرة ممكن تحصل معاك، وتفهم تفسير قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وتفهم إنك أنت عايش في الدنيا دي مطالب منك بأحسن رد فعل مع الإكرام والإيذاء، مع العطاء والمنع. أنت لا تستطيع التحكم في الأحداث القدرية، لكن تستطيع أن تتحكم في رد فعلك أن يكون على مراد الله. دي فكرة جات لي من ألكيميست أو الخيميائي بتاعت باولو كويلهو، يا ريت، رواية لطيفة جدا جدا ومش كبيرة قوي، وربنا حببنا في القراءة يا أمة اقرأ. سيبكم بقى تلحقوا بسرعة قبل ما الأذان يأذن، بعتذر جدا إن شاء الله ما تأخرش تاني على ميعادنا 2:30. كل سنة وانتم طيبين، داخلين خلاص اهو في العشر الأواخر، وربنا يتقبل ويبلغنا ليلة القدر ويجعلنا ممن أحسن صيام نهارها وأحسن قيام ليلها. السلام عليكم. الله.